أشبه بالمقهى. جلسة العمل أصبحت للحديث كساد مالي انتشر كالمرض، جهة تؤثر على جهة، تأخير في صرف الرواتب يعني ضعفا في المبيعات، والضعف يعني قلة أرباح تتبعها مشاكل كبيرة، منها إغلاق للمحال ومنها إنهاء خدمات العمال. السوق تعبان، بنانا إيجارات، ورانا مولدة، عمال، يعني حتى عمال الاثنين طردتهم على أساس ذول صعبين عوائل، وراني إيجار، إيجار ألف دولار بالشهر، من طلعة تأخير الرواتب مبينة، مو أثر بس عليه، على الكسبة كافة، على كافة المحلات التجارية بأكملها. السي مثلا على نفسي أجي سمك، أنا رجال أبيع سمك على 5 الوحدة، أثرت عليه، يعني أجيب لي 20 كيلو 25 كيلو أبقى بيها للعصر، للستة للسبعة، وهن كلها 25 و20 كيلو. مناطق تجارية كانت لا تخلو من المتبضعين، أروقتها الآن ممتلئة، لكن بالبضائع لا بالمشترين. المواطن العراقي من يمر بيجي أزمة مالية يبدي يتخوف، بالأخص هاي الأزمة اللي تمر علينا باعتبار صار له فصدى قوي، فالناس تبدي تتخوف أنه رواتب حتى لو يعني توفرت هذا الشهر أو الشهر الثاني، جزء الأشهر الباقية يعني جزء ما تتوفر، فيبدي المواطن يتخوف أنه أنا لازم أوفر المادة أو الراتب اللي يستلمه على مود ما أصرفه بمجال مو ضروري. هسه أنا أسبوع أوفر أنا ضل مصدر قاعدين هنا عرب وين شو يسوي؟ هاي عيشة لا حول ولا قوة، والمشتغل الله هو الواحد، مشتغل عن غير الله ذلة، صدق ولا شك ولا الله سبحانه وتعالى، شو يسوي؟ يعني مو هاي يقول لك فلوس ماكو، الموازنة ماكو، وهاي المليارات يطلعون بها راتب، ها؟ وكلها من أنا حاطة درع اللي قدام ودرع اللي ورا، هاي احنا علمنا الناس، احنا سياد الدول، احنا نجد من الدول هسه. مواد ليست بالأساسية غزاها التراب، لا أحد يطلع عليها، مصيرها كمصير العراق الغير محسوم. الموظف وأي شخص إذا ما عنده فلوس ما يشتري، إذا صار عنده فلوس يشتري أول شيء المواد الغذائية والأدوية قبل كل اعتبار، وبعدين الملابس، وبعدين هاي البضائع. فهو هسه يعني الأكل ماله بده يدبره، شلون يجي يشتري هاي البضائع؟ إذا الدولة توزع رواتب أكيد راح يصير السوق قوي، وراح الفلوس تداور بين العالم، لأن الموظف يشتري والكاسب وتتداور الفلوس، تصير حركة بالسوق. حلقة تخلخلت، موظفين، أصحاب عربات، محال صغيرة ومحال البيع بالجملة، حكومة ترمي بأعبائها على كاهل المواطن ولا يهمها كل هذه الأصوات، فتأخير الرواتب لم يؤثر فقط على الموظفين. على الاثنين هو مؤثرا، قطاع أهلي يشكو من ركود في بضائعه، وقطاع حكومي أصبحت جل أمنياته أن يأتي الراتب في وقته، خوف من شراء ملابس أو أقمشة أو هدايا، فالراتب عندما يأتي يدخر فقط للمأكل والمشرب. قناة الرشيد، عمار غسان، بغداد.